شروب العز والخير والله العظيم، وبشروب الوقفة اللي تعز رجال. حيرت الناس يا هذا الخنجر، حيرت الناس يا هذا الخنجر، الخنجر الغالي لاين، الخنجر الغالي لاين. هجن الشحانية تفرض القبضة على الخنجر، ولكن الوذن 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 الحوت 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 مع الخنجر، الخنجر مع الحوت، الخنجر مع محمد بن خالد العطية يقدمه لي. كذلك هجن الشحانية، الله الله الله، ارفع الخنجر فوق، ارفع الخنجر فوق، ارفع الخنجر فوق. نعم يا الحوت، نعم يا الحوت، يفرض الوجود، يفرض الوجود مع هجن الشحانية. سلام وتحية واحترام لوصول الوذن على المركز الأول، وسلام يا الحوت محمد بن خالد العطية وانتزاع الخنجر الذهبي ثاني المراكز. فكان فندم هل السيف ينتظر منه من يحصد السيف؟ السيف الشقب 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 واصل بالمركز الثاني، ولكن افندم ما طاع يسلم. افندم الشقب الشقب الشقب، الليلة غالية، الليلة هذه واضحة ليلة فراق مع السيف، الليلة هذه واضحة ليلة فراق. حاولت تعديها لكن عيت لا تعدي يا الشقب، الشقب الشقب مع السيف، السيف الشقب 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 والسيف. هلا ومرحبا بالشقب، هلا ومرحبا بالشقب، حيوه حيو الشقب حيوه، يستاهل التحية مع السيد حمد بن مبخوت بن محمد بن جابر المركز الثاني. لكن الجريان انغره 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 مع اهالي الجريان، اهالي الجريان يبحث عن السيف الثاني برصيدي هذا الشعار. انغره المغامر، الجريان الجريان والمغامر، العطيه والزعبي هنا يتابعونه ويراقبون السيف. من هو بهذا الانطلاق وبهذا التحدي الجميل؟ نتابع الغربيه على المركز الثاني، السيف الى اهالي الجريان، السيف 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 مع الجريان، السيف معك يا خليفه، يا خليفة لك أجمل التهاني والتبريكات على فوز أنغرة. رحبوا يا جماهير التراث بانتزاع بانتزاع السيف، خليفة ينتزع السيف، ارفع السيف غالية، ارفع السيف عاليا يا خليفة. تهانينا لخليفة بن حمد العطية على فوز أنغرة وتحقيق لناموس هذا الشوط المركز الثاني والثاني. مع هجن الشحانية، روح يا الشبل روح، روح يا الشبل روح، ارفع السيف فوق، ارفع السيف فوق. مع هجن الشحانية تحضر وتتواجد من أجل السيف، من أجل السيف. هذه هجن الشحانية، هذه هذه هجن الشحانية. قلميمة قلميمة قلميمة، تهانينا للمقام السامي سيدي صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد بن خليفة الثاني على فوز هجن الشحانية وحصولها على السيف. ذهب 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 مع قلميمة، ذهب هجن الشحانية، من تعشق الذهب؟ تهانينا لضمرها جابر بن سالم بن فاران المركز الثاني. الأول وكان مخصص لفحول الرئيس الشيوخ، وجائزته عبارة عن خنجر تخليدا لذكرى المغفور له سمو الأمير الوالد الشيخ سعد العبد الله السالم الصباح، وفاز به الوزن لهجن الشحانية مع المضمر محمد بن خالد العطية من دولة قطر. ألف ألف مبروك. نعم، فاز الوزن لهجن الشحانية مع المضمر محمد بن خالد العطية من دولة قطر. أما عن الشوط الثاني وكان مخصص للفحول رئيسي مواطنين، وجائزته عبارة عن سيف فضي مرصع بالذهب تخليدا لذكرى المغفور له سمو الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، وفاز به الشقب
من دولة قطر الحمد مبخوت محمد المري. ألف ألف مبروك. أما عن الشوط الثالث والذي كان مخصص للحين رئيسي مواطنين وجائزته عبارة عن سيف فضي مرصع بالذهب تخليدا لذكرى المغفور له سمو أمير البلاد الراحل الشيخ جابر الأحمد الصباح، وفازت به أنقرة لخليفة بن حمد بن خليفة العطية مع المضمر سعيد بن بطي محمد الحسنة. ألف ألف مبروك. الشوط الثالث كان مخصص للحين رئيسي مواطنين وجائزته عبارة عن سيف فضي مرصع بالذهب تخليدا لذكرى المغفور له سمو أمير البلاد الراحل الشيخ جابر الأحمد الصباح، وفازت به أنقرة لخليفة بن حمد العطية مع المضمر سعيد بن بطي الحسنة من دولة قطر. ألف ألف مبروك. درع مقدم من الوفد الأردني لممثل حضرة صاحب السمو والعماني.